هما متشابهان ولو كانت الواجهة غير متشابهة، لكن في العمل هما متشابهان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. متابعينا الأعزاء في كل مكان، أتمنى بأن تكونوا بخير وعلى خير. كما تشاهدون أمامكم، هذا الراوتر هو راوتر لايف بوكس فيبرا. يعد هذا الراوتر ما بين الراوترات المتطورة وذات الدقة الفائقة، يعمل بالفايبر أوبتيك أي الألياف البصرية. يعد هذا الراوتر لايف بوكس فيبرا ما بين الروترات كما قلنا المتميزة وفائقة السرعة، فهو ما بين الروترات الكثيرة في الأسواق حاليا. كما نجد 5 أنواع من هذا الروتر. هذا الروتر حاليا يستعمل كثيرا في بلاد الإسبان، لكن بعض البلدان لا يعمل هذا المنفذ، منفذ الفايبر أوبتيك، وإنما نستعمله كنقطة توزيع أي بوان داكسي. هذا الروتر هو من شركة أورانج، أطلقت في السوق لعملاء الألياف البصرية لايف بوكس فيبرا. هو جهاز توجيه أي واي فاي، الكل في واحد، يدمج الـ ONT الفايبر أوبتيك. هو جهاز متحفظ للغاية، كما توجد في المقدمة مؤشرة LED، هذه الأزرار، أزرار والأضواء LED، ثم أزرار الـ WPS والواي فاي. أما بالنسبة لهوائيات هذا الراوتر، هوائيات توجد في الداخل، كما توجد الذاكرة والمعالج وإلى ما شابه ذلك. معالجه ماي بي اس 32، ثنائي النواة، ونواته 600 ميجا هرتز. أما ذاكرة الفلاش، ذاكرة الفلاش ناد سعتها 128 ميجا بايت. أما الذاكرة دي دي رام تصل سعتها إلى 156 ميجا بايت. كما توجد فيه الخاصيات كما تطرقنا في الروترات التي ذكرنا في عدة فيديوهات، لأن هذه الروترات المتطورة والحديثة توجد فيها خاصية مايمو المعروفة بصبيبها الغير المنقطع في تقريبا كل الحالات. بالنسبة للنطاق، فهو فيه يوجد فيه نطاق 2.4 جيجا هيرتز حتى إلى 3 ميجا بايت في الثانية. أما نطاق 5 حتى 5 جيجا هيرتز هو أيضا يوجد فيه ويصل إلى 1700 ميجا بايت في الثانية. عندنا هنا نوعين من هذا الراوتر لايف فيبرا. عندنا هذا اسمه أركادين، ثم الآخر اسمه ساجيم. هما متشابهان ولو كانت الواجهة غير متشابهة، لكن في العمل هما متشابهان. هذه الصورة التي ترون أمامكم هي واجهة الراوتر. عندنا رقم واحد ألا وهو الضوء، يكون مشتغلا بلون أخضر عند اشتغال الراوتر. أما رقم اثنين وهو ضوء الألياف البصرية، إذا كان اللون أحمر لا توجد إشارة، هنالك مشكل في الألياف متصلة مثلا بشكل غير صحيح. أما إذا كان اللون برتقاليا فإن الألياف متصلة بشكل صحيح، لكن هنالك بعض المشاكل في مرور الإنترنت. أما إذا كان اللون أخضر ثابت فكل شيء على ما يرام. نأتي هنا إلى رقم ثلاثة. بالنسبة لرقم ثلاثة، هذا الضوء إذا كان مطفئا فإن الاي بي غير موجود، أي عنوان الاي بي. أما إذا كان أخضر ثابت فإن الإنترنت متصل. نأتي إلى رقم أربعة، إذا كان مطفئا الخدمة الهاتفية غير متاحة لأن يخص الهاتف ثابت. أما إذا كان أخضر ثابتا فإن خدمة الهاتف متاحة. أما كما تعلمون إذا كان باللون الأخضر ينطفي ثم يشتعل أي يومد، فهنالك إما مكالمة قيد التقدم أو رفع سماعة أو ما شابه ذلك. بالنسبة لرقم خمسة، هذا يخص منفذ لان، إذا كان منطفئا لا توجد أي حركة مرور بين الشبكة المحلية. أما إذا كان يومد أي يشتعل ثم ينطفي بلون أخضر، يعني الواي فاي، كابل واي فاي توجد حركة مرور بيانات على الشبكة المحلية. رقم ستة، إذا كان معطل، إذا كان منطفئا أي معطلة الواي فاي، أي الواي فاي معطلة. أما إذا كان أخضر ثابت فهي ناشطة، شبكة واي فاي ناشطة. أما إذا كان يومد باللون الأخضر يعني نشيط اقتران الواي بي اس.
بالنسبة لرقم 7، إذا كان يميض أي يشتعل ثم ينطفئ باللون الأزرق، يبين لنا بأن جهاز التوجيه يقوم بتحديث البرنامج الثابت مثلا. إذا يجب علينا ألا نقوم بإيقاف تشغيله أثناء هذه العملية لكي لا نكون سبب في بعض المشاكل. هنا كما ترون الراوترات أمامكم من الخلف، هنا أركاديان ثم ساجيم. هنا هذا المنفذ هو منفذ فايبر أوبتيك، كابل فايبر أوبتيك، لكن كما قلنا في بعض البلدان لا يعمل هذا، وإنما نستعمل هذا الراوتر كموزع بوانداكسي نقطة توزيع. أما في بلد إسبانيا فهو يعمل. هنا عندنا هذه المنافذ 2، 1 و 2، هما منافذ الهاتف الثابت. ثم عندنا هذا منافذ لان، وهي جيجا 1، جيجا 2، جيجا 3، جيجا 4، كل منفذ بجيجا بايت، كل منفذ بجيجا بايت. عندنا 1 2 3 4. أما هذا المنفذ، هذا الزر كما ترون، فهو زر الخدمة. هذا الزر هو لتكوين المعدات مثلا من خدمة العملاء، يسمح بالوصول مؤقت عن بعد. هذا المدخل أو المنفذ الآخر هو USB. أما هذا فإننا نحتاجه إلى توصيل الراوتر مثلا بأجهزة أخرى، مثلا حاسوب، كما أنه قادر على دعم اتصالات تصل إلى 1 جيجا بايت في الثانية. أما هذا الثقب الصغير المكان، إذا أردنا استعماله نقوم بإدخال دبوس أو إبرة هنا في هذا الثقب، فهو يسمح لنا باستعادة المعدات إلى إعدادات المصنع للراوتر. عند إدخال الدبوس نقوم بالضغط عليه بضع ثواني، ثم يقوم كما قلنا باستعادة المعدات إلى إعدادات المصنع للراوتر. أما هذا المكان 12 فولت فهو اتصال مزود الطاقة 12 فولت و2 أمبير. كما ترون أمامكم هذه الصورة لهذا الملصق. هذا الملصق هو يعرف أيضا باسم العنوان الفعلي، ويكون فريد لكل جهاز، كل جهاز وملصقه. مثلا لهذا الراوتر يضم شبكة واي فاي بالإضافة إلى مفتاح كلمة مرور مثلا واي فاي SSID، ويتعين المفتاح بعض الراوترات أخرى مفتاح كلمة المرور أو SSID كما قلنا. فيظهر الملصق إذا كان جهاز التوجيه الخاص بك يحتوي على شبكة افتراضية مثلا. فهنا نرى هذا الملصق توجد فيه واي فاي 1 وواي فاي 2، الأول كما قلنا وهو 2.4 جيجا هرتز، ثم الثاني هو 5 جيجا هرتز. وهنا هذه الأكواد، أكواد فيبرا 0A 3A و0A 3A 5G. بالنسبة لهذه النسختين من لايف فيبرا، كما ترون هنا عندنا نسخة أركاديان ونسخة ساجيم. يتمثل الاختلاف الرئيسي بينهما في كيفية وضع المواصلات من الخلف. كابلات و هذه المنافذ هي مختلفة فيما بينهما هذين الروتورين. متابعي الأعزاء، كان هذا شرح مبسط لهذا الراوتر لايف فيبرا. إنه ممتاز وإنه رائع، وأتمنى بأن يروق إعجابكم هذا الشرح، وإلى شرح آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.